من ورا، تعالى من ورا، اعمل زوم ضد السلطه اللي بتذبحه. اليوم فتخارين طلع، اليوم فتخارين طلع. احنا دلوقتي في منطقه صناعه ثالثه شركه فاركو بيل العالميه الادويه. احنا في اعتصام من يوم الاربعاء اللي فات، اعتصام مش ادراك، وكانت العمليه الانتاجيه كانت في سيرها الطبيعي، لان احنا بنطالبنا وحقنا، وعايزين الاداره توقف اجراءات الفصل التعسفي والنقل وانهاء التعاقد مع كتير من العمال. دلوقتي الوضع ان هم بداوا يفصلوا الميه والتكييف عن المصانع، ويفصلوا النور، وبيهددوهم ان هم هيقوموا بفض الاعتصام بالقوه، يعني في ساعات قليله من الوقت الجاي. احنا عايزين ناس جوه تحس ان هم مش مرمين لوحدهم، عايزين يبقى في فوكس على علينا وعلى اضرابنا. ماشي يبقى عندنا كده. لا ما تقفليش على الصوت، انا واقف بره، ما تقفليش على الصوت، داخل عند الدكتور، انا واقف بره. خلاص يا عم، انت اللي فين. اللي حصل دلوقتي ان واحد من الامن جاي بيزق المصور، بيزقه من فوق عايز يوقعه، بيقول له انتوا جايين ليه وبتعملوا ايه؟ فاحنا دلوقتي مش هنستسلم مهما كان، هم يجيبوا امن، يجيبوا سيكيورتي، يجيبوا زي ما يجيبوا، احنا مش هنستسلم مهما يحصل. ناس معتصمه هنا عشان تطالب بحقها بعد ما كل السبل الوديه انتهت. رحنا للمحافظ ووزير القوى العامله ومستشارين الشركه بيرفضوا يجوا المقابلات اصلا. جينا النهارده عشان نصور المعتصمين، الامن بيطلع بيقول لنا ان ممنوع تمشوا من هنا، ممنوع تبقوا واقفين.